السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات متابعي حلقات السيرة النبوية التي سميناها هاشم وسلمى، ونحن مع الحلقة 61 وما زلنا نتكلم عن ما بعد أحداث معركة أحد. واليوم سنتابع إن شاء الله تعالى، فحياكم الله ونسأل الله أن يبلغنا رمضان إن شاء الله تعالى سالمين غانمين، وأن تكون هذه الدقائق التي نقضيها في استذكار سيرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تكون إن شاء الله سعي في طلب العلم، سعي في الرقي، في العلاقة مع الإسلام، مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أن ننتقل إلى الماضي المشرف والمزهر والنقي والتقي، وأن نعيش تلك اللحظات التي عاشها السابقون الأولون مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وصلنا كما تعلمون لمن يتابعنا، حمزة كان استشهاده صدمة وحزن وشيء لم يعهده الناس من قبل. وصلنا إلى تلك الوقفة، وصفية رضي الله عنها وحزنها على أخيها حمزة. الرواية تقول: أقبلت فيما بعد صفية بنت عبد المطلب لتنظر إلى أخيها. وحمزة كما أسلفت وذكرت في الحلقات الأولى كان أخاها لأبيها وأمها. تعرفون عبد المطلب له أكثر من زوجة، ومن كل زوجة له ذكور وإناث، حمزة وصفية من أم وأب. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لابنها الزبير ابن العوام: إلقها، أي في الطريق وهي قادمة، فأرجعها حتى لا ترى ما بأخيها. فقال لها: يا أمة، إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. قالت: ولما؟ وقد بلغني أن قد مثل بأخي، وذلك كان في سبيل الله، وهذا الذي أرضانا بما كان من ذلك لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله تعالى. لاحظوا إخواني، يعني هذه النية رائعة، إذا كان ما حدث في سبيل الله لا خيار عندي إلا أن أحتسب وأصبر. فلما جاء الزبير إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره بذلك قال: خلي سبيلها، يعني سمح لها أن تأتي. فأتته فنظرت إليه فصلت عليه واسترجعت، يعني قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، واستغفرت له. وهذا من واجبات أحياء على الذين يتوفون، طلبت له المغفرة. ثم أمر به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فدفن رحمه الله ورحم شهداء المسلمين في كل أرض وتحت كل سماء. فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي، فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا. هناك صحابي آخر كان له شرف أن يدفن مع حمزة. هذا الصحابي هو عبد الله ابن جحش رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله ابن جحش إخواني هو ابن أميمة بنت عبد المطلب، وأميمة بتكون أخت حمزة، يعني هو ابن أخت حمزة، وبالتالي حمزة يكون خاله. وقد كان أيضا مثل به كما مثل بحمزة، إلا أنه لم يبقر عن كبده، فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم دفنه مع خاله حمزة في قبره. وهذه الرواية مذكورة في كتب السير، والله تعالى أعلم بهذا. امرأة أخرى تحزن على موت حمزة وهي أخت عبد الله بن جحش
وبنت أميمة حزنت على خالها، كما جاء في الرواية أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما رجع قافلا إلى المدينة لقيته حمنة بنت جحش، فلما لقيت الناس نعي إليها أخوها عبد الله فاسترجعت واستغفرت، طبعا استرجعت لله واستغفرت لأخيها، ثم نعي لها خالها حمزة ابن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت له، ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير فصاحت وولولت، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن زوج المرأة منها لبمكان لما رأى من تثبتها وثباتها عند أخيها وخالها وصياحها على زوجها. تخيلوا يا إخوة ويا أخوات هذه المرأة كيف ابتليت هذا البلاء في سبيل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل ألا يبتلينا، ولكن إن ابتلينا نسأل الله أن يثبتنا ويثبتكم إن شاء الله تعالى. ومر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهل، فسمع البكاء والنوائح على شهدائهم، فذرفت عينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فبكى، ثم قال لكن حمزة لا بواكي له. فلما رجع سعد ابن معاذ وأسيد ابن حضير إلى دار بني عبد الأشهل أمرا نساءهم أن يتحزمن ثم يذهبن فيبكين على عم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن هذا لم يكن حقيقة أمرا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ولكن صحابيين الجليلين ارتأيا أن يواسيا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من خلال هذا الفعل لما سمعا منه ما قال. رواية أخرى قالوا لما سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بكاء النسوة على حمزة خرج عليهن وهن على باب مسجده يبكين عليه، فقال ارجعنا يرحمكن الله فقد آسيتن بأنفسكن، يعني تأدبا ورحمة بهن أمرهن بالانصراف بطريقة ودية. في ذلك الموقف إخواني جاء النهي عن النواح. الرواية أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما سمع بكاءهن قال رحم الله الأنصار مروهن فلينصرفن. إذن إما أن الرواية الأولى هو الذي أمرهن بالانصراف، أو أنه أمر الصحابة أن يأمرهن بالانصراف. رواية أخرى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مر بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأحد، فلما نعوا لها قالت فما فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قالوا خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت أرونيه حتى أنظر إليه. قال فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل، تقصد أنها صغيرة، فالجلل يكون من القليل ومن الكثير، وهو هاهنا من القليل وله شواهد في لغات العرب. الآن لما انتهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فقال اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فوالله لقد صدقني اليوم. وناولها علي بن أبي طالب أيضا سيفه فقال وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه،
فوالله لقد صدقني اليوم، يعني السيف ثبت مع حامله. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لئن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف وأيضا أبو دجانة. يمدح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليا وسهل بن حنيف وأبا دجانة كما تعلمنا قصصهم في اللقاء الماضي. سيف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يلقب بذي الفقار. في رواية أن ابن أبي نجيح أو نجيح قال: نادى مناد يوم أحد: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. هذا في مدح سيف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي مدح ووصف قوة وثبات جأش علي رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال متحسرا على ما حدث في أحد، كان يخاطب عليا، قال: لا يصيب المشركون منا مثلها حتى يفتح الله علينا. إذن هذه كأنها قرار اتخذ من قبل القيادة العليا في الدولة، هذا الخطأ لا يمكن أن نسمح له أن يتكرر. معركة أحد إخواني كانت يوم السبت، وكانت في النصف من شوال كما ذكر أهل الروايات والله تعالى أعلم. قلنا في اللقاء الماضي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أراد أن يعرف أين ذهب أبو سفيان، هل ذهب إلى المدينة أم ذهب إلى مكة منسحبا، وأراد أن يضع كما نقول سيناريو لكل خيار. فلما كان اليوم الثاني يوم الأحد للستة عشرة ليلة مضت من شوال، أذن مؤذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الناس بطلب العدو، يعني ما في استراحة، فقال: لا يخرجن معنا أحد إلا أحدا حضر يومنا بالأمس. فكلمه جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن أبي كان خلفي على أخوات لي سبع، وقال: يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن، ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على نفسي. يا سلام يا سلام، فتخلف على أخواتك. فتخلفت عليهن، يعني أخذ الإذن في ذلك. فهذا جاء يطلب أن يخرج يوم الأحد، فأذن له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يخرج معه لأنه كان مشروعا أو مقبولا ومنطقيا. الهدف من هذا الخروج نفسيا وعسكريا هو إرهاب العدو، وأن تصلهم الرسالة أننا خرجنا في طلبكم بعد ما حدث لنا بالأمس، ليظن أن المسلمين يعني بهم قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. هذا أهم شيء إخواني في الحروب، العامل النفسي، وكيف تتعامل مع نفسيات الجنود، جنودك وجنود العدو. الآن سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا غادر المدينة أن يستخلف عليها، وقد استخلف عليها ابن أم مكتوم في ذلك اليوم مندوبا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وسار حتى انتهى إلى منطقة تسمى حمراء الأسد، وهي من المدينة على ثمانية أميال، واستعمل كما قلنا خليفة له في المدينة هو عبد الله ابن أم مكتوم. وصل إلى حمراء الأسد، أقام بها بقية يوم الأحد، يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء، إذن ثلاثة أيام ونصف تقريبا، ثم رجع إلى المدينة. طبعا قريش لم تأتي إلى حمراء الأسد، ذهبت إلى مكة ولم ترجع، فكان هذا من شأنه أن يوصل رسالة إلى العرب وللقبائل أن قريشا لم تنجح في مهمتها في أحد. فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا.
فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما. مر بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو هناك معبد ابن أبي معبد الخزاعي، وخزاعة كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتناصحون يتراسلون، كان هناك اتفاق لا يخفون عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شيئا. ومعبد يومئذ هذا الذي مر كان مشركا، فقال يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك، تخيلوا إخواني، ولوددنا أن الله عافاك فيهم. ثم خرج قلنا حتى لقي أبا سفيان ابن حرب ومن معه بالروحاء، وقد أجمعوا أن يرجعوا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه، وقالوا أصبنا أشرافهم وقادتهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم. يعني قريش صار عندها شيء من الأخذ والرد في المسألة، وفي كان أصوات عالية لنرجع إلى يعني منطقة حمراء الأسد، لأننا أصبنا يعني من أصحابه ومن أشرافه ومن قادته، ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم. فلما رأى أبو سفيان معبدا قال ما وراءك يا معبد؟ إذن معبد الخزاعي مر بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال له ما قال، فأبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت القوم أوصل لهم هذه الرسالة. فقال معبد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا، وفيهم من الغضب عليكم شيء لم أر مثله قط. قال ويحك ما تقول؟ قال والله ما أرى أن ترتحل حتى أرى نواصي الخيل. قال فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال فإني أنهاك عن ذلك. قال والله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من الشعر. قال وما قلت؟ قال كادت تهد من الأصوات راحلتي، إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيلي، تردي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيلي، فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذولي، فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل، إني نذير لأهل البسل ضاحية لكل ذي إربة منهم، ومعقول من جيش أحمد لا وخش قنابله، وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. أثنى ذلك أبا سفيان ومن معه ورجعوا ولم يذهبوا للقاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا أكبر دليل أن المعلومات والاستخبارات والعامل النفسي وكيف تبث يعني المعلومات التي توهن الهمم من شأنها أن تحقق أهدافا يعني قد لا تحققها السيوف. فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا. أبو سفيان أرسل رسالة على لسان أحد الركبان إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول فيها، الركب هذا هو ركب أو قافلة من عبد القيس، فقال أين تريدون؟ لما قابلهم في الطريق قالوا نريد المدينة. قال ولما؟ قالوا نريد التجارة. قال فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه؟ وأحمل لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها. قالوا نعم، يعني طمعهم بشيء من
المقابل قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهم بحمراء الأسد، أخبروه بالذي قاله أبو سفيان، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. المؤمن إذا عمل بالأسباب، بذل الوسعة فيما يستطيع، بعد ذلك لا شك، لا قول إلا هذا القول: الله هو حسبي، الله هو وكيلي، نعم المولى ونعم الوكيل، حسبي الله سيقيني وسيكفيني شر هؤلاء. النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ معاوية ابن المغيرة ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس، وأخذ أيضا أبا عزة الجمحي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسره ببدر، ثم من عليه قال: يا رسول الله أقلني. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول خدعت محمدا مرتين، اضرب عنقه يا زبير، فضرب عنقه. في رواية أنه لما طلب منه أن يرسله طبعا ليخادعه، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، اضرب عنقه يا عاصم ابن ثابت، فضرب عنقه. لا شك إخواني أن أحدا كان يوم محنة، يوم بلاء ومصيبة وتمحيص، اختبر الله به المؤمنين ومحن به المنافقين ممن كان يظهر الإيمان بلسانه وهو مستخف بالكفر في قلبه. ويوما أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته كحمزة وعبد الله بن جحش ومصعب وغيرهم، نسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات الفردوس، اللهم آمين. لا شك كما ذكر العلماء معظم آيات أحد نزلت في سورة آل عمران، فيها صفة ما كان في يومهم ذلك، فيها معاتبة من عوتب منهم. يقول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. لا شك هذا التبويء أن يتخذ لهم المقاعد والمنازل التي سيقفون فيها ويحاربون فيها ويدفعون فيها عن المسلمين. الآن قد يسأل أحدنا سؤالا: ما مصير قتل أحد؟ يقول ابن عباس: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لما أصيب من أصيب بأحد قال: جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لئلا يزهدوا في الجهاد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله تعالى: فأنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله تعالى الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، إلى آخر الآيات. نسأل الله أن يكتبها لنا إن كنا إن شاء الله من أهلها. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. ما شاء الله، طبعا هذا مصداقا للآية القرآنية. قال:
جابر بن عبد الله قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا أبشرك يا جابر؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال إن أباك حيث أصيب بأحد أحياه الله عز وجل ثم قال له ما تحب يا عبد الله ابن عمرو أن أفعل بك؟ قال أي ربي أحب أن تردني إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى. يا سلام. ذلك في حديث مشهور الذي يقول فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من مؤمن يفارق الدنيا يحب أن يرجع إليها ساعة من نهار وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد فإنه يحب أن يرد إلى الدنيا فيقاتل في سبيل الله فيقتل مرة أخرى. ليش يا إخوة بتمنى الشهيد أن يجي ويقتل؟ لأنه لا يرى من ألم القتل إلا كما يرى أحدنا من قرصة النملة أو ما شابه، ويرى من النعم والنعيم والفضل ما يرى، فلا شك بالنسبة إليه تذوق هذا مرارا وتكرارا شيء محبب إلى النفس. حين خرجوا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى حمراء الأسد ورد ذكرهم في الآيات الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني الجراح والإصابات والشهداء في أهلهم وذويهم المؤمنون لا شك، الذين ساروا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الأحد يعني ثاني أيام المعركة. الله عز وجل يقول لهم للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس، الوفد الذي جاء، إن الناس أي قريش قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والناس الذين قالوا لهم ما قالهم النفر من عبد القيس الذين قال لهم أبو سفيان ما قال، أي الرسالة. انقلبوا هؤلاء الصحابة بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن التهديد الذي كان قد جاء من أبي سفيان لم يمسسهم، واتبعوا رضوان الله بطاعة الله وطاعة رسوله، والله ذو فضل عظيم لما صرف الله عنهم من لقاء عدوهم. وهذا لا شك بركة وكرامة لهؤلاء الذين أطاعوا طاعة مطلقة. ثم تعلق الآيات إنما ذلكم الشيطان، طبعا الشيطان أي أولئك الرهط، وما ألقى الشيطان على أفواههم بخوف أولياء الله عز وجل، أي يرهبكم بأوليائه فلا تخافوهم وخافوني أنا أي الله إن كنتم مؤمنين. ثم تتابع الآيات تقول ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي المنافقون الذين انسحبوا، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كل هذا إخواني هدفه التمييز والتمحيص لا شك. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، له إرادة وله حكمة، له هدف من الابتلاء، لذلك هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول ولكن أي الله يجتبي من رسله من يشاء، يعلمه، بلغه، يعطيه من الاختبارات والابتلاءات. فالمطلوب منكم فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا لا شك فلكم أجر عظيم. من حيث الإحصاء كما تقول الروايات جميع من قتل يوم أحد من المشركين 22 رجلا، لكن لا شك قتل المسلمين كانوا أكثر من المشركين يوم أحد، وهذا الذي قلناه بسبب الخطأ الذي فعله الرماة وأدى إلى ما شرحناه في اللقاءات الماضية.
بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة وانتهاء أحداث معركة أحد. إلى لقاء جديد مع حلقة جديدة وما حدث بعد انتهاء معركة أحد. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي، فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا عالما.